مسألة الانعكاس لاستخدام وسائل الرفاهية على صحة الشخص النفسية. في دراسة كانت نشرت في إحدى الجامعات البريطانية بتقول إنه عندما قل تعرض العينة في هذه الدراسة لمدة أسبوع لوسائل التواصل الاجتماعي تحسنت صحتهم النفسية بدرجة كبيرة. ما رأيك في هذا الأمر وما العلاقة في رأيك؟ يسعد مساكم. أولا أكيد الدراسة مبنية على عينة كبيرة من الأشخاص. دائما إحنا لما نيجي نعمل دراسات بناخد عينات مختلفة. أنا أكيد بأيد هذه الدراسة. كل الدراسات اللي اشتغلت على وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت أن نظرة الإنسان لنفسه تغيرت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. مقياس السعادة عند الأشخاص اختلف بحسب نظرته لوسائل التواصل الاجتماعي. للأسف وسائل التواصل الاجتماعي والصور اللي بنشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي هي مش بالحقيقة صحيحة أو صادقة. صارت نسبة الجمال تختلف بناء على الصور اللي بتنتشر. فالنظرة بالتالي نظرة الإنسان لنفسه صارت مقياسها هو شيء أكيد مش حقيقي، يعتمد على فلاتر للأسف، وهذا شيء واقعي. يعتمد على طبقة معينة من الأشخاص، هم قرروا أنه هاي السعادة، هاي هي صور السعادة، سواء بصور الأكل، بصور الرحلات السفر، وبسبب صور تصويرهم للجمال الجسدي وكيف جمال الوجه. صار في، خلينا نحكي، فجوة بين الواقع واللي بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أكيد أكيد هذا الأمر ينعكس على نفسياتنا، وزي ما تفضل الدكتور وحكى قبل شوي، كمان جسديا وسائل التواصل الاجتماعي والإدمان والقعدة والرفاهية كلها انعكست على أجسادنا. بالتالي إحنا عم بنشوف صور مش واقعية وعم نتمنى نوصلها، وأجسادنا عم بنعاني من آلام فيها، وكمان مش قادرين نمارس الرياضة. عم بنشوف كل الناس اللي بتنزل رياضة وإحنا نفسنا نمارسها. اللي عم بنشوف الجمال من وجهات نظر معينة وإحنا نفسنا نوصل لهاي النسب. هنا بيصير عنا خلل، بتظهر عنا المشاكل النفسية. وأولها أكيد اللي هي السلف كونسبت، النظرة إلى الذات وتقييم الذات والتقدير الذات. الأمر اللي بنعكس على كل حياتنا أكيد.